لا إله إلا الله.
قتلها به ولحق بنبينا عليه السلام. اللهم انها قد نزلت بك وخلفت الدنيا وراء يا سيدي يا مولاي شاء أبي بالرحمة والرضوان، واجعل جزاءها أعلى الجنان بجوار جدها المصطفى سيد ولد عدنان. اللهم اجعلها ممن سبق يا ربي يمن كتابها إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.